نعود إلى واحد من الملفات الرئيسة المدرجة على بحثنا في هذه الحلقة، هذا اللقاء الذي جمع العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أهمية التعاون مع روسيا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نيابة عن العاهل السعودي خلال انعقاد اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي في جدة. تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتكثيف سبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب. يتسم الدين الإسلامي بالتسامح والوسطية، وهذا ما أعطاه قبولاً لدى البشرية بمختلف أجناسها وأعراقها، وللمملكة دور مشرف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك من المبادرات في هذا الشأن، أبرزها تبني وثيقة مكة ودعم مكتب تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. وتلتزم المملكة بدعم أي جهود مستقبلية تهدف لخدمة هذه المبادئ، إيماناً منها أن الاختلاف لا يعني الخلاف، وأن التسامح يدعو التسامي ويدعو للتسامي. للمزيد من المتابعة وقراءة أكثر تحليلا لهذا الموضوع، أرحب بضيفي الذي انضم إلينا عبر الهاتف، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أهلا بك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. ما هي الدلالات التي يمكن أن نتوقف أمامها على هامش هذا الاجتماع الذي يجمع العالم الإسلامي وروسيا؟ يعني وبالتأكيد روسيا من الدول متعددة الأعراق ومتعددة، طبعا فيها بتضم الاتحاد الروسي بيضم عدد كبير من الجمهوريات، فيها طبعا مسلمين وفيها أديان متعددة. جزء مهم من الحوار بين العالم الإسلامي وروسيا هو الحوار والتقارب حوالين مواجهة التطرف، مواجهة الإرهاب، ودي تحديات مشتركة لكل دول العالم. وأظن إنه العالم النهاردة أصبح مدرك لهذا الأمر، ويمكن مصر كانت مبكرة جدا من الدول اللي طرحت فكرة إنه الإرهاب ما هوش تهديد محلي، هو تهديد عالمي، وإنه التطرف لا علاقة بتدخلات مختلفة وتدخلات نفوذ وغيره. فمثل هذه اللقاءات والمنتديات والفعاليات بتقرب وجهات النظر وبتنظم الجهود، لأنه وده احنا دايما بنقول مصر من الدول اللي سبقت لفكرة إنه يبقى في مواجهة عالمية لفكرة التطرف والإرهاب، لأنها ما هياش مرتبطة بالدين الإسلامي فقط، ولكن مرتبطة بتصاعد اليمين وتصاعد الإرهاب. والإرهاب في جزء منه ما هواش مرتبط بالأديان فقط، لكن مرتبط بتدخلات دول بتمول الإرهاب والنفوذ وبتمول التطرف وبترعاه. فطبعا مواجهة هذه الأمور لا تتم، يعني بتتم على أكثر من مستوى، تتم على المستوى الثقافي والفكري من ناحية، وأيضا على المستوى على الأرض فيما يتعلق بتمويل وتدعيم الإرهاب. نعم، لا يخفى على حضرتك أستاذ أكرم أنه الإسلام ربما يعاني من نظرة يعني مغلوطة في الغرب تجاه العالم الإسلامي. هل ذات النظرة موجودة لدى الجانب الروسي؟ هو من المهم مثل هذه التجمعات أهميتها أن هي بتكسر أي وجود لسوء الفهم، لأنه بالتأكيد في المجتمعات الإسلامية نفسها عانت من هذا الأمر، وإحنا سواء في مصر سواء في المنطقة العربية بشكل عام في المملكة العربية السعودية كله عانينا من التطرف والإرهاب. فالحقيقة إنه في جزء هذا الأمر، لكن هم عليهم أن يفهموا حاجة مهمة، إن ده مش مرتبط بكل الناس أو مش مرتبط، بالعكس إحنا لكن معذرة دول العالم، لكن روسيا موجودة بالتأكيد في نفس المربع، موجودة في نفس المربع الذي يقف فيه الغرب. ربما هي عشان موجودة في محيط فيه أطراف إسلامية مختلفة، ربما تكون أقرب لفكرة الفهم منها، ليه؟
اوروبا، لكن بشكل عام المسلمين والعالم الاسلامي مطلوب منهم ان هم يشرحوا اكتر ويوضحوا النقاط الغامضه. لكن بالتاكيد التحديات دي موجوده لان روسيا نفسها عانت من الارهاب لو احنا فاكرين، واوروبا، وبالتالي فسوء الفهم ده ممكن يبقى وارد. فمثل هذه الفعاليات بتبقى مهمه لشرح وجهات النظر وتنسيق الجهود فيما يتعلق بمواجهتها، لانه برضو من المهم ان يكون في توضيح لوجهات النظر المختلفه يعني. نعم، هل ثمت اهداف سياسيه خلف هذه العناوين البارزه اللي حضرتك اشرت اليها، التفاهمات حول مكافحه الارهاب والتطرف؟ هل من الممكن يكون هناك بعض الاهداف السياسيه يسعى الجانبان لتحقيقها بشكل او باخر؟ يعني هو بالتاكيد الحوار بيكثر، يعني السياسه حاضره يعني حاضره في كل الفعاليات، السياسه والاقتصاد والمصالح المشتركه وغيره داخله في هذا الامر، وبالتالي فطبيعي ان يكون ليها يعني جانب سياسي في مثل هذه الامور. والارهاب بالتاكيد في جزء منه مادي وفي جزء عقائدي وفي جزء كمان سياسي بارتباط بعض التنظيمات الارهابيه بدول مختلفه او اجهزه مختلفه، وده دايما من النقاط اللي كانت مصر بتركز عليه، انه اهميه وقف دعم الارهاب او معاقبه الدول اللي بتمول وتدعم الارهاب لاستخدامه استخدامات سياسيه، لانه احنا الارهاب استخدم لحروب بالوكاله في المنطقه على مدى 10 سنوات واكثر، وادى الى مشكلات كثيره وكثير من اللاجئين تحت دعاوى التغيير او التحول السياسي او غيره، تحولت لحروب بالوكاله، اضرت الحقيقه بكافه شعوب المنطقه وانتجت عدد كبير جدا من اللاجئين والهجره غير الشرعيه وغيره. وبالتالي فعلى الاطراف المختلفه سواء الجانب الروسي او اوروبا او غيرها ان يتفهموا انه هذا التهديد ليس تهديدا محليا ولكنه يستلزم مواجهه حاسمه. واذا احنا زي ما قلنا ان روسيا فيها بعيش في دوائر كثيره وجمهوريات اسلاميه مجاوره او سواء داخل الاتحاد الروسي نفسه، وبالتالي من المهم ان يكون لديها هذه النظره. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم على هذه المشاركه، الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. شكر دائما وابدا موصول لحضراتكم، غدا باذن الله يتجدد اللقاء ومتابعه مستمره لتطورات الاحداث والنيل مباشر. الى اللقاء.